الكل كان ينتظر هذا اليوم بعد الضجة الكبيرة في وسائل الإعلام والتركيز الكبير اللي كان على هذه المواجهة، توافد جماهيري أيضا كبير. رح نكون معكم بعد قليل من ملعب مدينة الملك عبد الله هنا في الجوهرة، فلا تذهبوا بعيدا. تحية طيبة خاصة حارة من ملعب الجوهرة من مدينة الملك عبد الله الرياضية. محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. الكل هنا في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيكون فريق الاتحاد السعودي في مواجهة الأهلي السعودي. نريدها مباراة قوية وكبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع بهذه المواجهة قدر المستطاع، وأن يحاول كل فريق أن يقدم كل ما لديه في ظل التسل الموجود مفتوح بشكل كبير. يخسرون الاستحواذ، بينية فيها خطورة. برافو الحكم الرائع على هذا القرار، اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب الكثير من الشجاعة ومن التركيز. برافو مساعد الحكم. الفريق الضيف هنا من الفرق اللي تفضل اسلوب الضغط بشكل كبير من اجل استخلاص الكرة بشكل سريع، ما يأتي اي مجال للخصم. فرصة للتقدم، فرصة خطيرة، ما زالت الشباك نظيفة حتى الآن. كرة كانت قريبة من الدخول لكن مرت، لكن ضاعت بشكل غريب في اللقطة الماضية. الأضواء كلها مسلطة عليه بشكل كامل في مباراة اليوم، والكل يترقب ماذا سيقدم في هذا اللقاء. أعلم بأن هذا هو موسم الأهلي. هذه كرة هدف الآن، خطورة مستمرة. يا رب، اشتعلت المباراة، أصحاب الأرض يسجلون الهدف الأول، الجماهير تشتعل، الغريم يبحث عن التعويض الآن. التقدم لمصلحة الاتحاد. ليو بومير، ماركو مارين، محاولة هجومية من الأهلي، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. الكرة تخرج إلى ركلة ركنية. فرصة خطيرة هنا، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. مر فيها، انطلق فيها، راح، راح. هدف في منتهى الروعة، كرة مثالية، أسرع طريقة ممكنة للكرة بأن تصل إلى الشباك. الله على هذه الكرة. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. ضاعت الكرة. فهد المولد، لا توجد رقابة في الوسط، برأسية ما كانت خطيرة أبدا، الحارس بكل سهولة. يستعيد الكرة بهذا التدخل. كيف راح يتصرف فيها؟ فرصة لإرسال كرة عرضية. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. البيشي بيعدي فيها، بيمر، بيعدي، ينجح في استخلاص الكرة في الوقت المناسب. الأهلي لم يترك أي بصمة له في المباراة حتى الآن، غير قادر على هز الشباك. خطف في التغطية والمهاجم بيمر فيها. ويخسر الكرة.
محاولة هجومية هنا، كرة بالخطأ، رمية تماس لصالح الأهلي، الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية، تبعد الكرة من أماكن الخطورة، الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. بيعدي فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. الكرة الآن مع الفريق الخصم. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. الأهلي يعلن عن انطلاق الشوط الثاني. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم، أن تكون الطرف الأقل استحواذاً. كرة للتسديد الآن، أوهو، حارس المرمى طار، حلق، تصدى لهذه الكرة، يدخل إلى عمق الملعب. الله على الفدائية من المدافع، شوف اعتراض الكرة الماضية، ممكن هجمة مرتدة الآن. اعتراض ناجح للكرة، كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، دقة كبيرة من مساعد حكم المباراة في هذا القرار. شوف اللاعب اللي كان متقدم بسنتيمترات قليلة عن آخر مدافع في اللقطة، لحظة لعب الكرة، مدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات، واضح أن مدرب الفريق الضيف راح يجري التغيير الآن. كرة خطيرة على المرمى، هدف في المرمى الآن، بعد نزوله بلحظات يجعلها تستقر في الشباك، يزور المرمى على الفور، أي شوق للاحتفال بهذا الهدف، شخصية ويجاهزية لهذا اللاعب من دكة البدلاء إلى هز الشباك بهذه السرعة، يدخل في أجواء المباراة، أي روعة هذا التغيير، تدخل من مدرب الفريق الضيف في تغيير ممكن في هذه اللحظات. طلال العبسي، فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس، بيخسر الكرة، فرصة لكرة مرتدة سريعة، على الدفاع بأن يكون أسرع في العودة للتغطية، بيلعب له كرة في وسط المنطقة، الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى، ممتاز في قراءة اللعب، فهد المولد مجهود مميز، يا سلام عليك، أبعدها من فوق العارضة، ركنية بتلعب قصيرة، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة، الله على هذه النهاية، نشوف من جديد لقطة الهدف والركلة الركنية اللي تنفذت، كم من الممكن أن يتصدى لها حارس المرمى لأن الكرة دخلت في الزاوية القريبة منه. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. تمريرة ممتازة إلى الطرف، يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة، تصدى
يؤدي بكل سهولة في هذه اللقطة بالنسبة لياسر المسيليم. أعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل حتى قبل سطرة النهاية، لا يمكن أن يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقية من المباراة. كرة بتضرب الخط الخلفي، كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. 8 دقائق ويطلق حكم المباراة صفرة النهاية. ماركو مارين، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. عبد المحسن فلاتة، بينية مثالية خلف المدافعين، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. دقيقتين فقط ويعلن الحكم المباراة نهاية اللقاء. كرة عرضية لكن المدافع تدخل، عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء. مهارة في التمرير. صافرة نهاية المباراة واصحاب الارض هم ابطال هذا اللقاء. يا لهم من فوز رائع اليوم، انتصار كبير. مباراة منتظرة، اهتمام كبير من وسائل الإعلام، تركيز على نتيجة هذه المباراة، لحظات ورح تبدأ ونتمنى بأن تكون على مستوى التوقعات والطموحات والآمال وأن تكون ممتعة في عالم كرة القدم ومثيرة جداً. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجواء جميلة جداً هنا ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في إطار منافسات بطولة دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث سيكون فريق الفيصل السعودي في مواجهة نادي الاتحاد السعودي. كل مباراة في الدوري لها قيمتها وأهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد أن يخرج منتصرا من هذه المواجهة على أمل بأن نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. ندخل الآن إلى الثواني الأولى من عمر المباراة مع ضربة البداية. كرة بالخطأ، كانت سيئة في اللقطة الماضية، الكرة بتتحول إلى رمي التماس. كريم الأحمدي، الاتحاد نمور جدة بدفاع الصلب، هو الفريق الأقوى دفاعيا بين فرق الدوري حتى هذه الجولة. بصمات التسلل واضح، تحرك قبل لعب الكرة وبالتالي انتهت الخطورة. الاتحاد يهاجم في هذه اللحظات، بينية متقنة،
لم تأتي بأي جديد في الملعب. رمي التماس للاتحاد. فهد المولد، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. مساحة موجودة على طرف الملعب. فرصة خطيرة هنا. هذه الانطلاقة اللي يتقدم انه ممكن تشكل خطورة، لكن في النهاية خسر الكرة. بمبدأ الأمان المدافع بيخلص الكرة إلى رمي التماس. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. فهد المولد، ممكن التقدم الآن. مستحيل، من يقول ما فيها أهداف؟ وفيها أهداف. هدف أول يكسر التعادل. نتابع الهدف من بدايته، من المرور من المدافع، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. التقدم لمصلحة الاتحاد. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. فهد المولد، تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. ضغط عالي جدا في الأمام. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمي التماس. كريم الأحمدي. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. ألكسندر بريوفيتش. البحث عن هجمة مرتدة. يا لحيب الله على التمريرة. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. ركنية بتلعب. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. هجوم من الاتحاد. يعيد الكرة أيضا بريوفيتش. الحارس يوقف الكرة السابقة بدون أي مشاكل. فهد المولد بيعدي فيها، يتقدم فيها. يا الله، ماذا أهدر، ماذا أضاع؟ كانت فرصة سهلة من أجل التسجيل. كم ممكن يروح بالنتيجة لفارق الهدفين ويمنح جماهير الراحة؟ الآن لا يلوم إلا نفسه إذا أتى التعادل. ممتاز في قراءة اللعب. حكم يشير إلى دقيقة واحدة فقط كوقت بدل ضايع. فهد المولد، مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. الشوط الأول ينتهي 1-0.
شوط أول متكافئ بين الفريقين تقريبا. أعتقد بأن من الصعب بأن نتوقع ماذا سيحدث في شوط المباراة الثاني، لكن بالتأكيد كل شيء الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدما في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. غياب كبير من الدفاع في التغطية، شوف الكرة مع فرصة خطيرة على المرمى، لكن الحارس أبعدها في اللقطة الماضية. النهاية كانت سيئة، التصرف ما كان مثالي. ألكسندر بريوفيتش، تعادل الكرة في الثلث الأمام، تصدي بكل ثبات. ضربة ركنية منتظرة، فرصة لتوسيع الفارق إذا تم الاستغلال. ضربة ركنية تنفذ قصيرة، نزول افتكاك الكرة في منطقة الجزاء، الحكم لا يحتسب مخالفة. لن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل، وبالتالي لا خطورة على المنافس. وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. كريم الأحمدي، مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. كرة عالية تذهب لحارس المرمى، تصويبة افتقدت القوة، وجدت طريقها إلى الحارس. الحكم يعلن عن وجود خطأ، كرة ثابتة يحتسبها الحكم ويكتفي بالإنذار الشفوي. الكرة تخرج إلى ركلة ركنية، الجماهير تحاول بأن تقدم الدعم الكافي لفريقها لتسجيل هدف التعادل. تصدي ممتاز من الحارس، توقيت رائع، يبعد الخطورة من ركلة حرة ملعوبة بطريقة ممتازة. ركنية باتجاه المنطقة، رأسية لم تكن بالدقة المطلوبة، الكرة عالية في النهاية. كريم الأحمدي يلعب الكرة بدقة كبيرة، بالملي يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة، وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. فهد المولد، حكم الراية يرفع رايته، يعلن عن وجود تسلل. الكرة بتروح للمنافس، ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. هذه هي فرصة هدف. فهد المولد، اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من مرماه. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس.
تغيير الآن من الطرفين، كل فريق يحاول ضخ دماء جديدة في المباراة. فهد المولد بيلعبها في مكان ركل جزاء، راح تزيد من مصائب الفريق. اوهو ركلة جزاء، كرت احمر، قرار قاسي من الحكم. الكرة في المرمى، من ركلة جزاء نفذت بنجاح. تابع مرة أخرى كيفية تنفيذ ركلة الجزاء. أفضل شيء في الهدف أنك تخادع حارس المرمى، خلاه في جهة والكرة في جهة. يا سلام على هذه الكيفية. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية والكرة منزلت مع المهاجم. تمريرة عالية في منتهى الجمال. لاعب تسرع في انطلاقته وبالتالي تسلل واضح. كان عليه الانتظار قبل أن ينطلق حتى يتفادى الوقوع في هذه المصيدة. تمريرة بعد الأخرى وفي كل مرة إتقان شديد جدا. هجوم من الاتحاد، كرة بينية فيها خطورة الآن. يا عيني على الكرة البينية، دفاع مشتت الكرة من خط المرمى. ضغط عالي جدا في الأمام. نجم المباراة، عريس القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحف غدا، يتألق ويسجل الهاتريك في المباراة. نشوف الهدف مرة أخرى. اللاعب أخطأ في هذه اللقطة، فقد الكرة، كان العقاب سريعا، تلقى فريق هدف، يتحمل هو مسؤوليته بدون شك. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. صفر نهاية المباراة مشاهدينا، نستمع لهذه الجماهير الغير راضية والغير سعيدة بما حدث في مباراة اليوم. كم في كرت أحمر كلف الفريق الكثير، والنتيجة ما كانت هي نتيجة منتظرة، وبالتالي أكيد الحكم ما كان منحاز والبطاقة الحمراء في رأيي كانت صحيحة.